أحبائي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب مرشدي في اللغة العربية للمستوى الثالث ابتدائي. إذن أحبائي الصغار، إن شاء الله لدينا حصة جديدة، لدينا حصة أنشطة الاستثمار. إذن الصفحة 12 والصفحة 13. جيد. اذا قبل ما نبداو الحصه ديالنا ما تنساوش اللي ما اشتركش عندي اشتراك، وكذلك ايضا خليو لي جيم او لايك لهذا الفيديو هذا. على بركه الله غادي نبداو الحصه ديالنا. كما قلنا عندنا انشطه ماذا؟ انشطه الاستثمار. السؤال الاول يقول: الاحظ الكلمات الملونه. اذا في هذه الحصه هذه سوف نتعرف على الاسم والفعل والحرف. الاسم وماذا؟ والفعل والحرف. جيد، نقرأ الجملة. انتقل محمود إلى مدرسة جديدة. أعيد، انتقل محمود إلى مدرسة جديدة. لاحظوا معي الجملة، لدينا فيها ثلاثة ألوان: الأخضر والوردي والأزرق. إذن لون أخضر، لدينا كلمة انتقل، كلمة انتقل. إذا نوع هذه الكلمة فعل، انتقل فعل. محمود، محمود. جيد، اسم نوع هذه الكلمة هذه هي اسم. إلى نوعها حرف. مدرسة نوعها اسم. جديدة نوعها اسم كذلك. إذا ثانيا أصنف في الجدول كلمة الجملة الآتية: حزن محمود على فراق الأصدقاء. إذا أعيد قراءة الجملة: حزن محمود على فراق الأصدقاء. جيد، لدينا هنا حزن، مثلها مثل انتقل، إذن فهي فعل، نضعها مكان أو في خانة الفعل حزن. ثم لدينا هنا محمود، نفسها نفس الكلمة الأولى، إذن فنوعها اسم، نضعها في خانة الأسماء أو الاسم. ثم لدينا على، على مثلها مثل إلى، إذن فنوعها ماذا؟ حرف، نضعها في خانة الحرف. فراق اسم، إذن نوع كلمة فراقي فهي اسم، نضعها في خانة الاسم. ثم الأصدقاء كذلك أيضا اسم، نضعها في خانة الاسم. جيد، إذن الاسم هنا لدينا محمود، فراق الأصدقاء، محمود فراق الأصدقاء. الفعل هنا لدينا حزن، حزن. ثم الحرف هو على، على. جيد، أحسنتم. إذن ننتقل الآن إلى سؤال موالي: ألاحظ وأتعرف. هنا سوف نتعرف على الفعل والفاعل. لدينا هنا جملة: لعب محمود، لعب محمود. هنا لعب فعل، من قام بالفعل؟ محمود، إذن هو الفاعل. محمود هو الذي قام بفعل لعب أو اللعب. إذن هنا لعب فعل، محمود فاعل، فاعل هو الذي قام بالفعل، والفعل هنا هو لعب. إذن لعب محمود، لعب فعل، محمود فاعل. جيد، أقرأ الجمل الآتية وألاحظ الأفعال باللون الأخضر والأسماء باللون، عفوا، الأفعال باللون الأحمر والأسماء باللون الأخضر. حضر الصديق، حضر
ماذا قلنا؟ فعل. الصديق اسم وفي نفس الوقت فهو فاعل، لأنه هنا هو الذي قام بفعل الحضور، حضر. إذا الفاعل دائما هو الذي يقوم بالفعل. لدينا مثلا فعل لعب، من قام به؟ محمود. إذا الفاعل ومحمود. كذلك إذا هنا لدينا حضر الصديق، حضر فعل، الصديق اسم أو فاعل. يتعلم محمود، يتعلم هنا فعل، محمود فاعل. لعبتي الطفلة، لعبتي الطفلة. إذا لعبتي فعل، الطفلة فاعل. جيد. ننتقل الآن إلى التطبيقات الكتابية. أصل الكلمة بالبطاقة المناسبة. لدينا القط، مريم، النافذة، الزهرة. القط، مريم، النافذة، الزهرة. لدينا البطاقات: اسم إنسان، اسم نبات، اسم حيوان، اسم جماد. لدينا هنا القطة، هل هو اسم إنسان أم اسم نبات أو اسم حيوان أو اسم جماد؟ طبيعة الحال فالقطة اسم حيوان. إذا نضع خط يصل ما بين القطة وبطاقة الحيوان. جيدا. مريم اسم إنسان من طبيعة الحال، فهو اسم فتاة، نضع خط بين مريم واسم إنسان. النافذة هو اسم جماد، النافذة جامدة، إذا فهي اسم جماد. الزهرة اسم نبات، الزهور إذا من النباتات بهذا الشكل. جيد. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. لدينا أملأ الفراغ بوضع فعل مناسب في المكان الفارغ. لدينا هنا محمود على صديقه الجديد. نقول مثلا تعرف محمود على صديقه الجديد. لدينا هنا السؤال الثالث، أملأ الفراغ بوضع اسم أو بين قوسين فاعل مناسب في المكان الفارغ. لعب نقط مباراة في كرة القدم. لعب مثلا لعب أبي أو آدم، مثلا نقول لعب آدم مباراة في كرة القدم. إذن هنا وضعنا الفاعل أي الذي قام بفعل ماذا؟ لعب. جيد. ننتقل الآن إلى السؤال الرابع. إذن هنا السؤال الرابع يقول جيد. إذن هنا السؤال يقول، سؤال رابع: أحدد الفعل والفاعل كما في المثال. لدينا مثال باللون الأحمر: يجري اللاعب. الفعل هنا هو يجري، ومن قام بهذا الفعل فهو اللاعب. اللاعب هو الذي قام بفعل الجري، إذن اللاعب فاعل. إذن يجري نضعها في خانة الفعل، اللاعب نضعها في خانة الفاعل. جاء الصديق، جاء هنا فعل، إذا نكتب جاء. جاء الصديق، من قام بهذا الفعل فهو الصديق، إذا الصديق فاعل. نكتب الصديق. جيدة. ثم لدينا حضارة الأم. إذا حضرت فعل،
ثم من حضر الأم هي التي قامت بالفعل، فهي فاعل. الأم، الأم. جيد، أتمنى أنه يكون واضح. ننتقل الآن إلى حصة الإملاء. أتلفظ وأسمع ال، إذا هنا سوف نرى القمرية والشمسية. ال زائد قدم تساوي القدم. القدم هنا نطقنا ماذا؟ اللام. نطقنا ماذا؟ اللام. جيد، إذا كرة القدم، كرة القدم، كرة القدم. جيد، إذا فهذه القمرية، القمرية. أحسنتم. إذا ال زائد طعام تعطينا الطعام، الطعام. إذا هذه هنا، هنا لم تنطق، قلنا نيشان الطعام، ما قلناش الطعام. إذا في جملة مائدة الطعام، الطعام. إذا لم ننطق هنا اللام، إذا فهذه الشمسية. إذا نتعرف على الحروف القمرية والحروف الشمسية. لدينا الحروف القمرية هي القاف والعين والحاء والواو والميم الألف الهاء الغين الخاء الياء الجيم الباء الكاف ثم الفاء. ثم هنا الحروف الشمسية هي الشين، بحال مثلا شمس، الشمس. الصاد، الثاء، الضاد، التاء، الزاي، الضاد، الذال، النون، الراء، اللام، السين، الطاء. لاحظوا معي باش تفهموا مزيان، هنا عندنا هاد الحروف هادو الا جات قبل منهم ال فهي تنطق. القى، الع، الحى، الوى، الماء، الأ، الها، الغى، الخى، الياء، الجي، الجا، الباء، الكاء، الفاء. دائما إذا جات موراهم هاد ال راه كتنطق، عكس هاد الحروف هادو إذا جات موراهم هاد ال هادي راه ما كتنطقش. كنقولو الشا، الدا، ما كنقولش الدا. الشا، الدا، الصا، الثاء، الضاء. مثلا الشمس، مثلا الصيد، الثعلب، إلى غير ذلك. إذا لا تنطق. جميل، هذا السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول أصنف شفاهيا الموجودة في بداية الكلمات الآتية. الموسم، الموسم، هذه التنطق، إذا فهي القمرية. اللاعب، اللاعب، هذه آل شمسية. لم ننطق لم نقول اللاعب، قلنا اللاعب. لم ننطق هاد اللام لحدا اللام الأولى. ثم الملونة، هنا القمرية لأنها تنطق. الحديقة تنطق كذلك. القمرية، النادي الشمسية، فهي لم ننطق هنا اللام. الأطفال، إذا الأطفال، فهذه القمرية كذلك نطقت. جيد، ننتقل الآن إلى التطبيقات، التطبيقات الكتابية. إذا السؤال يقول يكون واضح. جيد، السؤال هنا يقول أصنف أسماء أصدقائي وصديقاتي في القسم إلى مجموعتين، مجموعة الشمس ومجموعة القمر. هنا كل واحد فيكم غادي يصنف الأسماء ديال الأصدقاء ديالو، اللي كتبدأ بالقمرية نديروها في مجموعة القمر، اللي كتبدأ بالمجموعة الشمسية، عفوا، اللي فيها الحروف الشمسية، اللي مبدية بحروف الشمسية نديروها في الشمسية، واللي مبدية بحروف القمرية نديروها في مجموعة القمر. مثلا غنعطيكم انا اسماء ضحى. ضحى فهو اسم من اسماء الشمس او مجموعة الشمس. ثم زبير كذلك،
زبير مجموعة الشمس، مثلا آدم مجموعة القمر، خديجة كذلك من مجموعة القمر. ثم غتختاروا الأسماء ديال الأصدقاء ديالكم، أنا فقط هنا درت لكم مثال. جيدة، إذا أدخل الشمسية أو القمرية على الكلمات الآتية وأبين نوع ال. أصحاب، الأصحاب، صاحب، الصاحب، رفيق، الرفيق، لاعب، اللاعب، ورود، الورود. نكتبوها أحسن، نديرو الأصحاب، الأصحاب، الأصحاب. إذا هنا فهد عندنا فهي الأصحاب، إذا القمرية، ثم صاحب، صاحب هنا الصاحب فهي الشمسية، الصاحب. غتشوفوا فقط هاد الحروف الأولية وترجعوا للحروف القمرية والحروف الشمسية. رفيق غنديرو الرفيق، غنشوفو الراء فين كاين، إذا فهي شمسية. ثم اللاعب، اللاعب، غنشوفو اللام، إذا فهي كذلك شمسية. حديقة غنديرو الحديقة، حرف الحاء كاينة في الحروف، في الحروف ماذا؟ حروف القمرية. ثم الورود، الورود، الواو كاين في الحروف، نرجع للجدول، ورود، الورود، الواو كاين عندنا في الحروف القمرية، إذا الورود. جيد جدا أحبائي الصغار، بهكا كنكونو سالينا الحصة ديال اليوم، نتلاقاو إن شاء الله في الحصة المجية، وفي رعاية الله وإلى اللقاء.